Sie Naldin, Sie sind vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Sie arbeiten jetzt als Impfärztin im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir unterhalten uns über Corona-Schutzimpfungen und über die Impfstoffe. Warum, Frau Dr. Sinaldin, ist es denn wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen? ببساطة لأنه يمكننا القول بأنه اللقاح ضد فيروس كورونا هو بصيص الأمل الأكبر، أو ربما هو يمكننا القول بأنه هو السلاح الفعال والأقوى الآن في مواجهة فيروس كورونا. اللقاح يخفض من خطورة المرض أو من خطورة الأعراض الشديدة عند المصابين بهذا المرض، وربما حتى يقلل من العواقب طويلة الأمد اللي ممكن تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا. لذلك دائما نقول كلما كان عدد الملقحين في المجتمع أكبر، كلما حصلنا على نتيجة أفضل، وكان عدد المصابين ربما في المستقبل هم أقل. نحن عندما نتلقى اللقاح، على سبيل المثال، أنا عندما أتلقى اللقاح لا أحمي نفسي فقط ولا أحمي عائلتي، بل أحمي المجتمع بأكمله، وبخاصة الناس المعرضين للإصابة بشكل أكبر. أقصد بذلك الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة، أو حتى بيعانوا من أمراض نقص المناعة، أمراض السرطان. لذلك الأشخاص الملقحين بيحملوا على عاتقهم مسؤولية في منع انتشار المرض ومنع انتشار الإنتان وكسر سلسلة الإنتان، وهذا ما يسمى بسلسلة القطيع. لهيك دائما نحن منقول أو منشجع على موضوع تلقي اللقاح، بخاصة للناس اللي بيكونوا على تقارب أو على تلامس مع الأشخاص ضعيفين المناعة. لنحمي المجتمع بأكمله لازم ننطلق من أنفسنا ونحمي أنفسنا، وبالتالي عائلتنا، وبالتالي مجتمعنا الأكبر. Vielen Dank, Frau Dr. Sinaldin. Danke auch.